بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو أحد محاور امتحانات فيزياء، وهو جزئية من جزئيات الفيزياء، وهو ميكانيكا الموائع ومهمة التوتر السطحي بشكل أساسي. عزيزي الطالب، قمت بشرح بطاقتين قبل ذلك، ستتركهما لكم في صندوق الوصف، لذا يرجى أن تهتموا بهذه المواد وبطريقة شرحها. في البداية عزيزي الطالب، يبدأ لك دائما في أسئلة بيزا بجزئية من تمهيد عن طريق قصة أو بعض الأشياء، لكن هذه ستستفيد منها لأنك ستستنتج تعريفات علاقات. فدائما هنا يتحدث لك أنه في فصل الربيع في رحلة مدرسية، الطلبة التقطوا بعض الصور مثل التي تظهر لك أمامك، فوجدوا أن حشر لا تغلق بعض الصور مثل قطرات النداء على شباك العنكبوت أو على الأوراق، فتحدثوا مع المعلم وقال لهم أن هذه الظاهرة تسمى التوتر السطحي. إذن هنا ظاهرة علمية، هذه الظاهرة العلمية لها تعريف، وسببها وجود قوة تماسك بين الجزيئات. إذا هذه جزئية سيأتي عليها سؤال. طبعا هذه تغطي سوائل صفة أو تعطى سوائل صفة الأغشية المتماسكة، هذه الصفة هي التي تسبب بشكل أساسي أن هذه قوة تماسك تكون داخل السائل وتقوم بعمل قوى شد في جميع الاتجاهات فتلغي كل منهما الأخرى، فبالتالي تصبح وكأنها غشاء مشدود. طبعا بمعنى أما الجزيئات طبعا الموجودة في السطح السفلي والجوانب كلها تتأثر بالقوى. طبعا هل أنا أتحدث على السطح، وهي مثلا هنا هذه القوى التي تكون على السطح تتأثر بالقوى التي توجد بالأسفل والقوى التي توجد على الجوانب، لكن هنا التي تكون حرة تأخذ شكل التكور. طبعا هنا عزيزي الطالب يأتي بعد ذلك لك بعدة أسئلة. السؤال الأول، اذكر بعض أنواع القوى التي يمكنها أن تؤثر على التوتر السطحي. ما الفرق بين قوى التماسك وقوى التلاصق؟ في الجزئية الأولى، الفرق أو قوى التماسك بين الجزيئات هي التي تسبب هذه الظاهرة. الفرق بين قوى التماسك، قوى التماسك قوة تنشأ بين جزيئات السائل، بينما التلاصق هي التي تنشأ بين جزيئات السائل والوعاء، وهي التي تكون الحاوي لها. لكن هنا مثلا، هنا يعني مثلا هنا في الشكل عزيز الطالب السابق، لو رجعنا له قليلا، هنا ستكون قوة تماسك لأنها بين جزيئات السائل ونفسها، لكن هنا ستكون قوة تلاصق لأنها ستكون بين السطح والسائل، وقد تكون برضو أيضا على هنا مثلا في جزئية، في هذه الجزئية قوة تلاصق، لكن هنا في الداخل قوة تماسك. فهذا هو الفرق الأساسي بين قوة التلاصق وبين قوة التماسك، لأن قوة التماسك تكون بين جزيئات السائل نفسه، لكن قوة التلاصق بين جزيئات السائل والوعاء الحاوي له. إجابة السؤال الثالث، هنا في السؤال الثالث انظروا في الشكل المقابل، يوجد في كل أنبوب سائل مختلف مثلا ماء وزئبق. في الأنبوب ألف، أي منهما سيكون ماء أم زئبق؟ بمعنى أين يكون الزئبق وفسر ذلك. انظروا هنا لهذا التقعر، وانظروا هنا لهذا التقعر، انظروا دقيقة سيغير اللون، انظروا هنا لهذا التقعر وانظروا هنا لهذا التقعر. عزيزي الطالب، الوعاء ب يحتوي على الزئبق لأن سطحه محدب إلى أعلى، والتحدب بشكل أساسي. ما هو سبب التقعر في ألف والتحدب في ب؟ عزيزي الطالب، سبب التقعر هنا الذي يكون في أول هو أن قوة التلاصق تكون أكبر من قوة التماسك، وسبب التحدب الذي يظهر في باء والذي هو الوعاء الذي يكون به الزئبق هو التماسك تكون أكبر من قوى التلاصق، وهذا هو السبب الأساسي. اذكر أمثلة من البيئة لنفس الظاهرة الفيزيائية السابقة. هذه تظهر مشي الحشرات على
الماء، تكون فقاعات الصابون، سقوط قطرات المطر على هيئة قطرات. هذا بشكل أساسي جواب السؤال الثالث. انظر هنا مثلا، أثناء قياسك لدرجة الحرارة بواسطة ترمومتر، طبعا الترمومتر الزئبق هو أداة قياس درجة الحرارة، وقع على الأرض فانكسر فانسكب ماء الزئبق لأن المادة المستخدمة فيه الزئبق. وبينما لاحظ أن عندما سقطت أيضا القطرات عرق جبين أحمد على سطح الزجاج ظهرت، يعني انظروا هنا ظهر الزئبق بهذا الشكل لكن الماء ظهر في هذا الشكل. انظروا إلى التكور الذي يظهر في الزئبق وإلى الانسيابية التي تظهر في الماء. ما سبب هذا الشكل الذي ظهر من كل من السائلين عزيزي الطالب؟ وهنا السبب أن الزئبق المتناثر على سطح الأرض أخذ الشكل الكروي لأن قوة التماسك بين الجزيئات أكبر من قوة التلاصق بين جزيئات الزئبق والسطح والسطح الملاصق. أما الماء فينتشر على السطح لأن قوة التلاصق بين جزيئات الماء وجزيئات السطح الملاصق أكبر من قوة التماسك بين جزيئات الماء، وهذا هو السبب الأساسي عزيزي الطالب. كيف يمكنك استخدام هذه الظاهرة في محاربة البعوض في المناطق الريفية؟ يمكنك ذلك من أنك التخلص من اليرقات البعوض، وذلك برش البرك بالبنزين لتقليل التوتر السطحي، فلا يقوى سطح الماء على حمل البعوض ويرقاته فتغرق وتموت، وهو هذا السبب الأساسي. من ثم يأتي إليك بعض العبارات ويريد منك أن تفهم هل هذه العبارات مفيدة. دائما اقرأ العبارة مرتين لأن كل جزئية فيها جزئية خداع بسيطة، أنا قمت بحلها لكم. هنا مثلا التوتر السطحي عبارة عن خاصية فيزيائية بحيث يظهر السطح كغشاء مرن مشدود، صحيح، وهذا وجدته في القطعة الأساسية. ما العوامل المؤثرة على التوتر السطحي؟ درجة حرارة فقط، دائما كلمة فقط تكون في الجانب الخطأ. التوتر السطحي للماء كبير بسبب قوة الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته، صحيح. من التطبيقات على ظهر التوتر السطحي فقاعات الصابون، صحيح. يتم رش البرك والمستنقعات بالكيروسين لأنه يقلل التوتر السطحي، صحيح. وهذا كان من السؤال الأخير الذي يظهر عندنا بشكل أساسي. هناك بيانات حصلت نور على العلاقة البيانية التالية من خلال إجراء أنشطة في المختبر لمعرفة سواء العوامل التي تؤثر على التوتر السطحي، فهنا ظهرت كلمة الكثافة وهنا ظهرت كلمة درجة الحرارة. فما العوامل المؤثرة؟ من الرسمتين ستجد أن العلاقة بين التوتر السطحي والكثافة هي طردية، لأن الرسمة هنا تدل على أنها طردية، لكن هنا مع درجة الحرارة ستظهر أنها عكسية. فبالتالي عزيزي الطالب العوامل هو نوع المادة ودرجة الحرارة، وكل العلاقة ستكون طردية مع نوع السائل لأنه كلما زادت كثافة السائل زاد التوتر السطحي، بينما هنا العلاقة عكسية لأن من الرسمة كلما زادت درجة الحرارة السائل قل التوتر السطحي. طبعا هنا مثلا في الكأسين سوف يغوص دبوس، هنا إبرة، لماذا يغوص فيه هنا وهنا؟ لكن في أي كأسين سوف يغوص الدبوس ولماذا لو كان ماء وزيت؟ في الشكل الأول يغوص الدبوس في درجة حرارة 140 قبل الكأس الذي يغوص في درجة 15، لأن التوتر السطحي قلنا قبل قليل أنه يتناسب علاقة عكسية، فبالتالي قوة التماسك تكون أقل بكثير في درجة حرارة 40 لأن درجة الحرارة تقلل التوتر السطحي. أما يغوص في الزيت ولا يغوص في الماء لأن التوتر السطحي للماء أكبر من التوتر السطحي للزيت. هكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا هذه البطاقة. يرجى أن تتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وسنترك لكم روابط اليوتيوب للدروس السابقة. لكم نذكر أنه جميع هذه الدروس زائد أسئلة المنهج مشروحة في قوائم التشغيل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.